بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس أحمد صلاح الدين. النهاردة بس هشرح لكم ازاي يعني ترسم رسم بياني تشارت زي ده كده بالظبط. الشارت ده حاجة بس عايزين نفهم فيه معمول ازاي. هو الراجل هنا جاب لك هنا اللوج كيو اللي هو ده على المحور الرأسي اللي هما دول، واللوج اتش مثلك على المحور الأفقي، وبعد كده خد النقط دي كلها وإيه ورسم بيها إيه، رسم بيها إيه النقط دي، يعني مثل كل نقطة من دول دي ودي مثلها إيه هنا في الشارت. وبعد كده عمل خط بيمر إيه، خط مستقيم بيمر إيه بالنقط، يعني واخد كام إيه يعني دلوقتي هو اتعملت بعد ما سات النقط ديت، هو عايز ياخد معادلة لخط يمر إيه بالنقط ديت. هو مش لازم يمر بالنقط دي أوي يعني، بس هو يعني في احتمالية إن النتيجة تقع في الخط ده. هو عايز يعبر عن العلاقة بس بتاعت النقط دي بخط مستقيم أقرب ما يمكن للخط المستقيم. فهنا الإكسل بيجيبها إزاي، بيجيبها بإيه، إنك بترسم الشرط ده وبعد كده بتجيب بإيه معادلة الخط المستقيم اللي تيجي ترسمه. طب هنشوف إزاي نرسمه. أول حاجة بس أنت هنا أنا مستخدم وورد 2016، قصدي إكسل 2016، ونفس الطريقة دي هتنفع مع اكسل كام 2013، بس لما تستخدم اكسل 2010، لو انت مستخدم اكسل 2010 ممكن ما تشتغلش معاك الطريقة دي، قصدي يعني مش هتشتغل، قصدي هتلاقي فيه بس اختلاف في الايه في الاوبشن بتاع الرسم، بتاع الرسم البني نفسه. طيب هنبتدي كده. اول حاجة اتعلم عن النقط، انت عايز تمثلها بشارت، ندوس انسيرت ندوس ايه ريكومندد شارتس، وروح على اول الشارتس دي تختار نوع الشارت اللي انت عايز ايه ترسمه. نوع الشارت ده اسمه اكس واي سكاتر اللي هو الشكل بالظبط. هنعمل ايه، هدوس اوكي، هتلاقي جابلك الشكل اهو. هتلاحظ حاجة بس هنا في الأول، أول حاجة هتشوف هنا ده بيعبر عن ايه وده بيعبر عن ايه. طب بصيت لهنا الأرقام ديت، بصيت للأرقام ديت هتلاقي الأرقام دي قريبة من الأرقام إيه دي، يعني كل سالب تلاتة سالب تلاتة سالب تلاتة زي دي كده، فده هتلاقي إيه بيعبر عن إيه لوجو كيو. طب بصيت هنا هتلاقي دي برضه قريبة من الأرقام دي، فتلاقي دي بتعبر عن إيه لوج اتش، لوج اتش دي. طب لو اتعكست معاك بقى جابلك هنا لوج اتش وجابلك هنا لوج كيو، بتعمل بس ليه إيه سويتش والرو والكولم دي، فهو عكس لك إيه يعني الصف عكسولك ايه عكس العمود بالصف، يعني هنا خلى ده هنا وده ايه هنا، تدوس رجع تاني ورجع تاني بس كده. طب دلوقتي هو ايه رسمها لك اهو، بس انت عايز تظبط بس شكلها عشان تبقى شكلها قريب من ايه من الشكل اللي احنا عايزينه. اول حاجة هتلاحظ ان هو بدأ هنا بالصفر، وهنا بدأ بالسالب 1/10، وهنا مشي كام، مشي 1/10، وهنا مشي كام 2/10، فهتظبطها الأول زيها. علم عليك كده وتروح تروح على ايه، هتروح على رسم بني ديت اكسس اوبشن، تقول له مينيمم اللي هو اقل رقم تخليه كام، 7.7/10، 1.7/10، والماكسيمم اللي هي اكبر قيمة هتخليها كام زي هنا كان كام، 1.2/10. مش عايز اغير، مش مشكلة، كبر الخط شوية، خليه اسود، صغير، ونفس الحكاية كده، خليه لوج اتش طيب احنا عملنا الشرط اهو. انت عايز تكتب شرط تايتل اللي هو العنوان الشرط نفسه، ممكن تسميه اللي هو ريكتانجل وير عادي،
مثلا يعني نفس الحكاية كده. تمام كده انت تعتبر يعني بخلص اهو. ناقص تاني، ناقص بس اللي هو الديجيتال، ترسم الخط بالمعادلة دي. طب هتعملها ازاي؟ هتروح هنا اهو عند زائد دي، تقول له بس ايه اللي هو حاجة اسمها ترند لاين. هتلاقي هنا في كذا نوع، في لينير وفي لينير فوركاست، واحنا اللي عايزينه اللي هو معادلة ايه خطية اللي هو ايه ده. عليها رسم لك الخط اللي بيمر بالنقط اللي بيعبر عن ايه، الخط المستقيم اللي بيعبر عليه عن ايه، عن النقط ديت. تمام. طب انت الخط ده عايز تخلي زي الخط ده بالظبط كده مش داش، هتعمل ايه؟ شيل ده على ما الخط ده كده مرتين، هتلاقي مكتوب ترند لاين ايه اوبشن. روح ندوس خلي سولو لاين، وتختار لونه، عايز تخلي اي لون براحتك، يعني مثلا عايز تخليه احمر مثلا اهو، واختار نوع الخط اللي هو ايه الداش تايب، تخليه ايه اسود اللي هو ايه السمك كبير شوية ولا كده. سم لك ايه الخط. طب النقط دي عايز تغير اللون بتاعها، علم عليها مرتين كده، وتروح على ايه ايوه كده، عامل نقط كده، وتروح تقول له ايه ماركر، تختار اللون بتاعها. خلينا مثلا كده مثلا ان شكل الكروسات عايز تغير شكلها، عايز تخليها بدل الدوائر تخليها مربع كده يعني. تمام. من الفيل اللي هو اللون بتاعها، صورة فيل ولونه اتغيره، بس هنا بيطبق في واحدة بس ماركر. هو بيطبق لوحدة واحدة يعني، هنا معلم على النقطة ايه، بجيب الماركر اهو، تقعد تغير بقى ايه واحدة واحدة لحد ما ايه غير كل الألوان، او كده غير الألوان كلها ايه. طب كده غيرنا اللون اهو بقى بنفسجي، ولون الخط بقى احمر اهو. ناقص بس معادلة ايه، معادلة الخط الزائد برضو، قصدي روح عند تريند لاين هنا، علم عليه مرتين، هتلاقي تريند لاين اوبشن ده تحت. تخلص كده روح عند الشارت ديت، عند الشارت تقول له ايه display equation on chart، تجيب لك ايه معادلة الخط اهي. خليها بس لون اسود او اي لون، خليها مثلا احمر برضو. دي كده معادلة الخط اهو، ليه الخط وكده يعني، يعتبر الشارت كده خلاص خلص. ان شاء الله نكون استفدتوا، يا رب. شكرا.